وصلت العواصم توصلت ردود فعل العواصم الدولية والإقليمية. الرئيس الليبي معمر القذافي أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه يخشى استغلالا أجنبيا للثورة التونسية، مؤكدا أنه إلى جانب الشعب التونسي وإرادته. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده متضامنة مع التونسيين وتدعم تطلعاتهم الديمقراطية. قضية الصحراء، وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيز أجرت في واشنطن أمس مباحثات مع نظيرتها الأمريكية تناولت مواضيع عدة من بينها قضية الصحراء، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر حول هذه القضية. قبل ذلك كانت خيمينيز صرحت الخميس الماضي بأن هناك بدائل أخرى لحل النزاع في الصحراء غير الاستفتاء نظرا لصعوبة إجرائها. معاهدة ستار تقطع أشواطها الأخيرة. مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي صادق صباح اليوم على معاهدة خفض الترسانة النووية التي وقعها الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف. قبل روسيا كانت الولايات المتحدة صادقت على معاهدة ستار نهاية ديسمبر الماضي، وتنص هذه المعاهدة على خفض الترسانة النووية التي يملكها البلدان بنسبة 30% مقارنة مع العام 2002. أزمة رئاسة قائد القمة بأديس أبابا يوم الأحد والاثنين المقبلين. وميدانيا أعلنت منظمة هيومن رايت ووتش أعلنت أن القوات الموالية لكباغو تنفذ عملية عنف